ازاي تضيف دفتر شيكات لبنك معين على النظام. اول حاجة بدخل على انظمة الحسابات، نظام الاستاذ العام، مدخلات الاستاذ العام، شاشة دفاتر الشيكات. بضغط على ايقونة الاضافة وبضغط عند رقم البنك F9 عشان اختار البنك اللي هيتم اضافة دفتر شيكات ليه. نفترض ان هو البنك الاهلي حساب توفير بعملة الريال السعودي، ببدأ ان انا اختاره. هنفترض ان هما 20 شيك، باجي في خانة من رقم شيك بكتب رقم 1 الى رقم شيك بكتب رقم 20، بعد كده بضغط على علامة الزائد بينزل معايا دفتر الشيكات من رقم 1 لرقم 20. في النهاية بعمل حفظ.